فلنقينتا دعذينك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ياشا قيمة لو ملك الصور نقد داون إنسان وحد كسر واتان برنامجك فلنقينتا دعذينك وحل يدنا كلاتك داوتان تلفيشك عالمك سومالي شانل حرمتي سمقالة لندن. برنامجك مانتا وحن كوئي دونا أرمها إسبد اللذة من التريا كسعون أيها ودن كسوماليا كارهان كونفرتيسة إيا سامينت السياسة ديت أيالان كريسو وحالة سعوتان إن مالمي يقود دبيا تقالوا يكاد عيين لنعا مقالة مقدشة دوليد كيدا إلا لقاري لنعا دقمدة أفقوي وحاكالو تقالوا دي كسعودان لنعا جبوينكا ومانتا دقين أيها وحي كاد عدي مقالة كسمايو ومركاسي تدي كل انتين دلنا يكون لاو عمين. هدبا حركاد على شباب سراكيشو دي ايو عيدامدو دي ايا وحي ساقا هلالان قيمة كالدوان او كاترسان براك اي كل هايين دينا عا قبل كشبالة هوسي ولو اي ولي هايستان انت بادن قيمة كميدا قبل كشبالة هوسي. هدبا برنامج كاف وحي انو كو اقدونا بل ان سيدا اي سامين تاوغو يالتاي او ودها سيميلتري اي لاسو بحين عيدامدو آمي سومي كو دولة دكوميل جار كاي سوماليا دقدقاق على الشباب كانت تقالما يكونفرت ودك سوماليا وحا هدبا جيبتي مانتين مدحوينها دولادة كميلقار كاي سوماليا ايو وفدي آدو ترابدان او لسعودي اي قارين دقمدا افقوية او اي خطبدا كجيدين حساة تيمركي دبو سولابتين ايا وحا جيري اندحدا لوقلي او كانت من التعشيرة دو مركاسي داد كل انتين دادنا كلها وعمين اي ماشا سايكاد عين. هدبا برنامجكا وها إجلاق قيب قلت دونا قار كميدة سراكيش سرسرية على الشباب إيو وها كلون سو ساري دونا سعودال كي مدعوينها إيو خطبته إساق إيو وسيردو إيكا جيدين قيبة كميدة قبل كشبالة دوسي إيو وليبا وريينا سومالي تشانل نمعو محمد بشير أو إيادو لسعودتي وفدقي سرية مدعوينها دولادة كميل قاركا أي كنتا قيمة كميدة أفقوية لنا سعوتي قابكي تعشيرده وغدا عدي ان كدي مركي اي كلان يدي لسعوتي مدعوينها دولده كميلقار كاي ديبقو صلابان ايين مقالده مقدشو. هدبا ان وحان مانتا ان هالكي مرتدا انو سوفري سنجرني انو كبدلني ان بلددكا سوماليات ان داوانيا ادافها عالمك كالجوغا ان اي برنامجكا نغلاق قايب قلاهان او اي ارك تدودا كموجيان سيدا يو أركان إزبدل كميلة تريه كدعيا ودن كسوماليا سامين توكويا لنكرو دنعا إن الشباب إيو هديا يو أركان إن إزبدل كانوا أويهي كي ميرقل لها إسلامر كان سوماليا هنان كي كجرتو أيو قبحي لهاد ويدون فرنتهي خدك تلافنك أيان وقب قادة كرتان حساهاتي مركو هري بل وربحينا دا إنا تكدركتان إيو ورئيسيادا isku taxallujiya oo si fiican inaad daawataan kadib markaas ayaa qofku waxa uu ka bixin kara wixii commentisa ama aragtidiisa ayuu ka bixin karaa. Markii hore waxaad nala daawataan in warbixintii aad wararkeena ku daawanayseen ee ah dhaqdhaqaaqii ka taagnaa gobolka Shabeelada Hoose iyo Nimco Maxamed Bashiir kumelgaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo ay weheliyaan xubno ka tirsan labada gol ee dawladda saraakiisha qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ayaa kormeer indhayndhayna ku tagay deegaanadii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay kala wareegeen xarakada Al-Shabaab. Madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed oo ay gelbinayeen kulanyo gaadiidka dagaalka ah ayaa ugu horeen kormeerkiisa ka bilaabay deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan suuqii ganacsiga oo ay ku sugnaayeen dad aan sidaas u badneyn kuwaas oo madaxweynuhu mid u wareystay isagoo sidoo kalena ballanqaadi u sameeyay. Sidoo kale goobaha caanka ee uu madaxweynuhu soo indhayndheeyey ayaa waxaa ka mid ahayd barxad caan ku ahayd dibadbaxyada isla markaasina ay ka qudbayn jireen mas-uuliyiinta xarakada Al-Shabaab taasi oo ku taala deegaanka calamada. Waxaa sidoo kale goobaha uu madaxweynuhu tagay ka mid ahayd buundada degmada Afgooye saldhigga iyo xarunta degmadaasi isagoo kadibna booqashadiisa madaxweynuhu ku soo afjaray beerta caanka ka ah degmada Afgooye ee Sheikh Saair bin Sultan halkaasi oo uu kulan kula yeeshay oday dhaqameedka deegaanka iyo saraakiishii hogaminaysay dagaaladii ay ciidamada dawladdu kula wareegeen degmada Afgooye iyo deegaano kale.
وحان وغورين ومدحوينوه واربحين هالكاسي كقدق استيابان دولها عيدان كحوق الدلك صوماليا جرال عبد الكريم يوسف آذان رقبضان إيابان دولك وحيقين كعيدان كآمي صوم جرال بول أو لبضو بشاقي إن دقال لذا نايوغو مقعدرين هاول قال لذا حرين تشبه لوينكا هدف كودون أوياهي إني لو وريقان لمان قبل لذا أي قعانتكو هاي سحرة كذا الشباب So that's the code name of the operation. مرحبا انا وصلت لك الناحيه الكامبو So the idea of the operation is to ensure that we liberate the whole of Shabelle. مبدأ انا وحواها انا دمان حرين شبيلة From Jowar, Afogoye to Marka. إلا شوهر أفغوية إلا ماركا. It took us 3 days to reach Afogoye. وحين وقعت السطح الشوينا نتنم عن أفكوية. We got resistance from Al-Shabaab, but we took them on until we defeated them. حول قل كان ومجعيس اللي يرادو حرينتا شبه اللي ياش. صعب. وحا الشيكين سعيساي إن لوغو صهر مرو أما لقب باللابو دقمد أفكوية واستراتيجية دا دالك أودان. حتى مايو هداي تهاي بيدو هداي تهاي الجدود هداي تهاي حمر وبرت كلانكا وجوين أو شدال قاضي شدا عدو جونا كشدال قاضي انتو مركا وحالة جم مارمانا عدو جم ميلها البوليسة أو لجويو هنا وجوين تهاي ليش وجوين شيء زي ده ما هن هنا الأف جوين نمت أو بيرها نمت أو كسي حنايا هل جنكو واسيس أنايا وأنا سنة يا شبه أنا شبه لذا أنا أنا كسمايو أنا 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 وزيرك وسارة دارمها جذها أيام لقى قرن كحكومة دكمل جارك الصومالي عبد السمد معالي المحمود أو إسنا كلن ككها الله أيامهم بلي كدب وحاء وشاجي إن مامو العصب أو كمل جاراي وصمين أيام دقمدا أفجو يسيع وسي سعدان هولها جود دقمدا سي diyaar noo ah afgooye maahane wadanka oo dhan ay ka saaraan oo ayna ka xoreeyaan nimanka nabadiidka ah oo mahabeen iyo maalin aan nasan waxaan rabaa in mar labaad ku dhiirigeliyo shacabka reer afgooye iyo deegaanada u dhowba inaysan nabada kala shaqeeyaan amniga kala shaqeeyaan inaan ciidan kaligiis waxba qaban karin haddii aan adinku aadna garab taagneyn waxaa la kaga baahan yahay inaad u bareertaan oo aad maxaa la yiraa garab istaagtaan cid kasta oo isleedihiin amnigiina wax u dhibaysaa oo meelaha ku jira inaad ciidanka tustaan oo farta ugu taagtaan ciidamadana waxaan rajaynaynaa inay mar walba ilaaliyaan cadaaladda ilaaliyaan inay mar walba u naxariistaan shacabka soomaaliyeed dhibaatada uma ciil qabaan rafaad waa ka daalin wixii maanta ka bilowda waxaa la rabaa dadku inay xorriyadoodii iyo nabadgelyoodii u soo laabato waxaa la rabaa in si wada jira loo wada shaqeeyo waxaa weeye mudan madaxweyne waxaan rabaa inaan maxaa la yiraahdo adaa warkii qiimaha la sheegi doona waxaan rabaa inaan warkii ku soo gunaanido oo ku soo gawaabo shacabka reer afgooye waxaa laga rabaa inay guryahooda usoo laabtaan businesskooda usoo laabtaan amnigoodana waxa weeye waxaa ballan qaaday haddii ilaah yiraahdo ciidamada amniga soomaaliyeed oo ayagu diyaar u habeen maalin la shaqeeyaan waxaan rabaa inaan siiyo jeneraalka inuu dikreetadii maxaa la yiraahdo soo baxday oo lagu magacaabay guddoomiyaha degmada inuu u akhriyo madaxweyne shariif sheekh axmed oo gabagabadii kulanka ka jeediyey khudbad hambalyo badneed oo u dirayey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayaa sheegay inay farxad u tahay in mar kale uu ka khudbeeyo goobtan oo sidan oo kale uu khudbad uga jeediyey sannadii 2006 xilligaasi oo uu ahaa guddoomiyihii maxkamadihii burburay waxaana dhanka kale uu madaxweynuhu baaq u diray dhalinyarada ka barbar dagaalamaysa xarakada al-shabaab inaan maanta idinla joogna farxad weyn inoo tahay waxaan ognahay inaad dhibaato badan ku qabteen joogitaanka alqaacida iyo jujuubkooda iyo cabsigelintooda iyo argagixintooda iyo dilkooga inaad aad ku qabteen dhibaato fara badan dowladduna intaas waxay ku jirtay dadaal sidii ay idinkaga dulqaadi lahayd sida aad wada ogtihiin waxaa abaabul loogu jiray qaranka soomaaliyeed in dib loo soo nooleeyo mu'asaadkii dowladda in la xoojiyo ciidamadii qalabka sida in la dhiso si awood loogu helo in shacabka soomaaliyeed loogu adeego oo ay u helaan xorriyad iyo nabadgelyo falilaahi alxamdu maanta qayb fara badan ayaa noo suura gashay keliya ma aha magaalada afgooye inay xoreysan tahay gobollo badan ayaa la xoreeyey oo ay ka socdaan xoreyntu waxaana rajaynaynaa xilliga soo socda inaan ku guulaysan doonno in dalka soomaaliya dhammaantiis la xoreeyo waxaan shaki iiga jirin al-shabaab iyo al-qaacidaba inay jabaan fikir ahaan iyo ideoloji ahaanba inay u jabaan
سيداس وكلا إنا يوجبان عيدان أهان هادانا نافك مركا لقورعو وارفتاه مركا وحا هادا نومو غناي وارفشو رفشو دانا وحان ربنا أنا رسلقة بانوغن ودا تقنو سي أونف بحان عيدي كسو اللابان إيسا فيك كاس خلدان برشيدة دا أسو اللابان إيسا ومدة دا أسو اللابان إيسا دولة دا أسو اللابان إيسا وكتنازول إيسا حمانتي إيا عبسنقلنتي ومدة سوامالية إيا دينة إسلام كأن الله استعمال سيخل دانا واسود وينينا وحانا أويرنا ويلش إيا قبلها لمرين هبابي والإسلامكم ما أقلا إن دينة إسلامكم وحلقوا ظلميو دادكوا واقو ظلمسين واقو نباتيسين دينة إسلامكم ودين السماحة ودين دادكا مدايسة ودين دادكا عن نباتيق لنا عن أقلين قفك مسلم كأن لارقا قحيو كسوا اللابتا halkani waa beerta sheekh saair bin sultan ee degmada afgooye oo sanad ka hor ay masuuliyiinta al shabaab ku xuseen usama bin laden inkastoo lix sano kadib ay u suura gashay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka soomaaliya inuu ka qudeeyo nimca maxamed bashiir somali general degmada waa tahay aad bay u maasantahay nimca maxamed bashiir wali nimca maxamed bashiir khadka telefoonka ayaynu goor dhaweeyay kula xiriirnay si aanu markaasi wax badan uga ogaano markii ay dib ugu soo laabanayeen magaalada Muqdisho ee kolayadii uu la socday madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee dhaxda loo galay qaabkee wuxuu dhaceen teena dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay iyo xaaladda iyo jawiga sida uu isu bedelay dhinaca kale maxaa isbedela oo ka muuqday dhinaca ceelasha biyaha iyo deegaanka afgooye mar kale ayaynu khadka telefoonka kula xiriirnay nimco maxamed bashiir oo aanu weydiinay bal sida ay wax uga dhaceen markii madaxweynaha iyo wafdigiisu ay dib ugu soo laabanayeen magaalada Muqdisho. Runtii xasan waa maasinta arrintaas malaay jirta kulankiisii iyo khudbadihiisii markuu soo dhameystay kaxeertiisii madaxweynaha waxaanu dib ugu soo kicitay nidaamka magaalada Muqdisho markii aan soo maray qabeel aan ka fogeyno deegaanka calamada ayaa waxaa mar qura ah maqalnay rasaas markaas kasoo dhacaysa laamiga jadigiisa kale dabcan goobka waxaa socday ciidamada fara badan iyo yuhuuda gaadiidka dagaalka islamarkii waxaa badiyay marka ay bilaabeen ciidamadii kale ee dowladda iyo kuwii amniga maynaga socday iyaguna waxa ay fuleen rasaas dan oo dowlada rasaastu qadar daqiiqada ayay socotay inkastoo aanan kasoo gudin gaadiidkii aan saarnayn haddana daqiiqado kadib rasaastu waa la jeesatay halkaasna waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aysan jirin walaal xaqiiqaan oo markaasi si rasmi ah aan loo xaqiijin karin khasaaraha ka dhashay haddana waxaa jirta in uu ku geeriyooda mid ka mid ah ciidamada dowladda ku meel gaarka gaar ahaan ilaalada xafiis kareeda wasaaraha iyo sidoo kalena ay jiraan tiro ku dhaawacmay dagaalkaasi socday saacadaha yar ama weerarkaasi saacadaha yar socday dhaawacyadaasi dabcan waxaa la sheegay in ilaa ay ka dagaal gaareen inkastoo afar ka mida dhaawacyadoodu ay yihiin kuwa aad u daran. Marka kolayadaas ay socotay xabadahaasi iyo waxyaabahaasi dhacay markii hore xabadaha dhacay ma waxay ahaayeen kuwo yar mise waxay ahaayeen kuwo aad u culays badnaa? Dabcan mar qura waxaan ku baraarugno in xabado qurina yaryar ah oo kasoo dhacaysa meel duur ah oo laamiga geeskeeda kale isla markiiba haddana waxaa ka yar aan ka warhelnay dawaadka ay bixinayaan ciidamadii kulamada ahaa ee nala socday dabcan gaadiidkii dagaalka nooca leelkaas oo cadbilayaasha oo nala socdo ahaa kuwa ugu fala badan ayaa goobta ku haray kulamihii kale ee ciidamada amnisom ee madaxweynaha dalbinayseena waxa ay isla markiiba ay usoo kicitameen dhanka magaalada Muqdisho mana aysan ku sii hakan goobkii dagaalku ka dhacay. Marka ma ka hadleen madaxweynaha iyo wasiirada iyo saraakiishii weerarkaasi dhexda lagu galay? Ma jirto ilaa iyo hadda wax yar ah oo ku saabsan weerarkaasi oo kasoo baxay dhanka dowladda ku meel gaarka laakiin waxaa jira warar sheegay in dhanka al-shabaab ay ka hadleen isla markaasina uu ka hadlay madaxa howlgallada ee xarakada al-shabaab oo sheegay in weerar ay ku deeliyeen inay ku kaarifiyeen madaxweynaha dowladda ku meel gaarka
مركزي وكذا عيدان على مدى لكن عيسان أصور الدنيا وهم فيه كل وشاد طبعا الرجال كان فيها على الشباب إن الرجال كان في قصار الكسو جارسين إن يدربكم الجارك مركا نادتك مدحك شان إن إن سيدا هو أركان إلا لبس بدل أيها دتك كده عي مد إن ما منك حركة على الشباب أي كوس جرين من هو تم تولدكم الجارك يا إذا ماذا عمسهم معاك هذا مغديتك انتي مانتا عن كبير مؤمن كبير جرمي سؤال ركينا بيلا ماذا عالش بيها لفوالة يجب بدمير أفضل قبل كشب الله بدك جوابك تسوك مع ملحينا مركي لشو طيسو وحي شيء من اي تفر حسيني من اماكن تعيد ماذا دولدك ملدارك ان الفيد هيني دولدك ملدارك عيدا سيدا كلام ملحينا كعثني ان دولد اي حقيقي سوكون الدواشو مسيدي رئيسو كيد أمانكو سيدا كلام ملحيني انتي وكوفت ما بدمير أفضل كل مرها ولقع سيدا عريبك وغشي اذا دكميتك الديدان اذياش الديدانك وحانا الشيادان انه سيادة جسر حسينيين اتبدل كعصب او نصاب هوني دولدك ملجانك لكن اي عصانيان اني حقيقي امانكو ودبنتي ان مدامة ان مقالات المقدشو هدى عني اوود كل هين حركات على شباب سيدا موقتا تيقان ندى قبك شباب لدى وساقايبا كميدنا سيدا سوكري ان دمع ان نبدا مركا لايقو ان مكد ويهي امانكو مساورو حالاني هاي حوغا ولي وحبا كد من امانكي ان وحبا لب ان وحال لب هاني هاي ان سيدا لغا سياد كيو المهمان تنسل المركا دنيني امسان مدغي مر الفومر ان جالد المقدسو حد مدى ان كبر اتبدل اجب العرب ودنك امانكا ان سوى الموقفنا ان مجرى واحدة جالة وعادة كده عن جالبه مقدشو بيقول انت من اللي تبنت بجمع ودول كبنات واحد عن تبنت بكم الجارك الصومالية ان مرات كارو واعدة عن ان كلمات هذه الشوكلة ان ليدي دول قرشوسان الشخصيات وزي ان كتب فيه دول بكم الجارك الصومالية لكن مجرى واحد اتكهر الماضية وكده عن جالبه مقدشو دلها انضمبر وحد من يبقين فيها لأمان كيدي ومركز سيدوين يهدنوه إن اللسوء داخل أمان مدين كي اللسوء داخل وطاي نمعو محمد بشير آد بادو ما سنتهي ان سيده وناغسان اي اد نوغو فافايسه وحيابه ugu dambeeyay ee dhinaca gobolka shabeelada hoose ee caasimadda Soomaaliya Muqdisho sida la socotaan maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada ka taagan qaybo kamid ah koonfurta Soomaaliya oo markii hore ay gacanta si weyn ugu haysay al shabaab ayaa hadda waxa muuqatay in isbeddel weyn uu wali ka taagan yahay walaw dhinaca gobolada Jabooyinka oo ay ciidamada Kenya hore u sheegeen in ay la wareegi doonaan magaalada Kismaayo oo ah xarun weyn oo ah magaalada kadeed aan lagu guuleysanin arinta laabadaasi haddana waxa muuqanaysa in dhinaca Bay iyo dhinaca magaalada Muqdisho gaar ahaan ilaa afgooye in xarakada Al-Shabaab loogu awood jeegtay meeshaasna ay ku awood bateen dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya haddaba Al-Shabaab sidee bay u aragtaa tallaabooyinkan military ee ku soo kordhay waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in saraakiishi iyo waliba madaxdi xarakada Al-Shabaab iminka ay ku sugan yihiin goobo ka baxsan gobolka gobolada kala duwan ee markii hore gacanta ku hayeen gaar ahaan gobolka Shabeelada Hoose taasoo ay sheegeen in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka sameynayaan isla markaana ay goobo kala duwan isku urursanayaan waxa kale oo warar soo baxay ay sheegayeen inay jireen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo iyagu wada hadal kula jiray qaar kamid ah xubnaha beesha caalamka sida warar hoose oo soo baxay ay sheegayaan walow arintaasi xaqiiqadeeda aan ilaa hadda soo shaabixin haddaba waxa kale oo jirtay in magaalada Kismaayo maanta duqeyn loo geystay sida ay qortay shabakad u hadasha xarakada Al-Shabaabna waxa ay sheegeen inay kula dagaalameen dhinaca badda ciidamo ay sheegeen inay yihiin kuwa huwana oo ku sugan badweynta waddanka Soomaaliya
si aan faahfaahin dheeraad ah arintaas uga helno waxaanu khadka taleefanka kula xiriirnay ee koonfurta Soomaaliya ee madaxii hore ee howlgalada ururka Xisbul Islaam isla markaana la midoobay xarakada Al Shabaab iminkana ka tirsan saraakiisha sarsare ee xarakada Al Shabaab waxaana weydiiyay bal saameynta military ee ay xarakada Al Shabaab ku yeelatay howlgaladan iminka ka soconaya qaybo ka mid ah koonfurta waddanka Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان حتى ان امه الصوماليه دعاء مهمه اني وحقيقيه ان من جيرنا بوح تبر صونانشا اي جيران لبنكي اون عدو غير اي لو هردم اي صومالي انا ولي اون في صونايو كا او ما بين بو اون ميل كسولا ان افقوينا وحي هاد كلي مالا ويدن بيني هذا عدو غاري أنت أود حس أفجوي يوم مقدسه يوم ضمان أن جوا هذا هو استعلام مدربين تو قصيرين جيبهوني أو كبا يعلم يعني إن شاء الله ما كتير دونا أن ما ردي دون تو إن هذا هو أن لو دبر جيبيو الحين نقد دون تا إن شاء الله نصب يمال يو أن تقدر يوحوا البابا أي كل البابا يعلم أن دكتا وديك كأن هذا هو له سائل كأكسو دولة الصومالية دين كده يدل كده يقيرات كده ده يعني استدعى ده في يوم أو يمال استفاران مكة تقول ده بشيء ده أفر لا تنسى تقول ده بشيء حضرين كثير ما مغلسا من جبون كا من بنادق من قبل ما يعني باي يوهيران يدل جريت ما لك ملا بين عيوب أي مجرمين كا أي مالا بلا نقول حيا لين أو هذا كافته وكلا كا إلما كيان كا وسكوت هنا بعد ما قصة ما يعني نعجبون كا حافظي waxayna filayna halka ay afar baab waxa talada waxyeelay oo saraakiishii kiyaanka xataa qaar ka mid ah ay meesha ay ku hoobteen waa hadda sheegaysay dadka aan ugu sareeya kooxda ridda Soomaaliya aan ku galay qilqiin magaalada Muqdisho meel u dhow 15 km jirta marka uu isku dayay inuu dhaqdhaqaaq sameeyo shalay ugu waxaan ku waydiin lahaa kale een waad la socotaay oo een goobta calamada afgooye een ceelashii biyaha meelo muhiim ah oo istaraatiiji ah ay ahaayeen oo waliba inta badan wax badan lagu soo bandhigo een hadda xaqee ku dabeeyeen saraakiishii een Al Shabaab waayo bay macnaha bakool qaybo badan ma joogaan een gobolka Jubbooyinka waa la socotaay oo dhaqdhaqaaq baa ka socda xaggee bay ay tageen baad is leedahay oo ay iminka ku sugan yihiin inta u dhexaysa afgooye Muqdisho afar jagboonti bay dhigteen mujaahidiintana 12 jagboonti inta badan u taalla islaamiga marka taa waxay muujinaysaa in awoodda ay leeyihiin mujaahidiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ee weli ku sugan ceelasha iyo dhammaan gobolka shabeellada iyo gobolooyinka oo dhan waxayna joogaan raggaasi meel kasta oo shacabka Soomaaliyeed ee walba ka mid ahaayeen haddana waa tahay hadda maxaa sidee baad u malaynaysaa soo lama qofka marka laga awood badiyo waxaa laga yaabaa inuu xeelado sameeyo xeeladaas inay noqoto mid nabadgelyo ah miyay jiraan wax tallaabooyin oo aad doonaysaan inaad ku bedelataan nabad maadaama awooddu ay hadda is soo tarayso awood horta waxay ka tan ay waxay ahayd qibad ay mujaahidiintu ugu talagaleen inay cadawga ku gabarjabiyaan haddana ma aynan bilaaban horay u bilaabatay in meelaha cadawgu uu isku dayayo inuu xeel ku qabsado in qibad military looga baxo oo kadib si cadawga loo waxyeeleeyo alxarbu qudca marka dagaalku waa dagaaysi oo aan milaysi marka waxay ahayd tan aan qibad military oo cadawga lagu farjabinayo waa kan hadda uu sigtankii ugu sareeyey marka haddii la joogi lahaa ceelasha maanta wax uu dhawihiisa ku arkay iyo saraakiisha iyo ciidamada uu ku waayey oo aan kasoo bixi karin hadda ka hor aan kasoo bixi karin aan goobta madaxtooyada inta halkaa kuma eegan la-edeen marka tani ay tusaysaa qibad military oo ay ku dhaceen cadawga ilaahayeen kusii soconaysaa marka haba yaraatay ma ahayn wax aan awood looga hayo waxay ahayd aan qibad military iyo xeerad military meel kasta oo hadda jidka islaamiga ka midan way joogaan cadowga ilaahayna wuu ku jiri doonaa insha allah soomaaliya military
ورك من التري هذا كده عيدنا عكس ما يو أنا معنا جنتالها سمحات كلا سعتان نقابك أي جنتالها سوق صعد عن مجال ذاك اسمايو وحي أن خيرات كذا أي خيرات مركا waxa jiray maraakiib dagaal oo maalmaha taagnayd ee badda halka ba marka mujaahidiintu ay waxay ugu biraan ciidamada badda oo ku weeraray aan dad goolka dhexdeeda marka waxay ahayd xabado la isdhaafsaday oo la isku dhaafsaday badda dhexdeeda oo adeeg ay isku dhaafsadeen mujaahidiinta marka sida ay ugu dhaceeyayna marka ay xanuun sareen bay magaalooyinka iyo naala u doobay duqeyeen marka waana fi dadka ee sendri ay sameeyaan aan nimankan aan fulaynta ah oo aan oo qoomin maasha ay xabada ku ridayaan marka maxaa qasaara oo dhinaca al shabaab soo gaaray aan waxaan ku xaqiijinayaa in aan jirin wax qasaara ah ee mujaahidiintu kuma qasaaraan xabad xisbiyeed oo ku sugan yihiin laba wanaagsan mid oo nasri iyo inay shahaado helaan marka hal yaraatee wax qasaara ma jiraan hal way kale qasaara maxaa sida ka qasaartay baa aan qasaara ugu filan ayay dhinaca kale marka aad fiiriso مدام باش عالم كا يو دولة بدون إسلام أي دقاقية ودان أي دونيان إن أي نبض يقول راديان ودك الصومالية مجرتا واحد دقاقة أو دولة كمدة وتمر إسلام كا أي ودان أو أي دونيان إن أي واحد بدن كجبة دلان هبك يهنان كهدا معناه حس علان aan aalam horta annaga aan uma maqalo dadkan aan mana aqoon fiin wax aalam la yiraahdo oo hadda Soomaaliya raba inay u gargaaraan amba ay wax u qabtaan dhamaan waxay ku raacsan yihiin waa dad u shaqeeya dadka adiga sheegay sida hadda dhaqaaqayada siyaasadeed wala cadawga dhanaca cadawga ay ka shaqeynayaan Mareykanka iyo Soomaaliya iyo sahminimada ay u shaqeeyaan dhamaantood waxayna doonayaan wakiil uga yihiin inay Soomaaliya u qabtaan ayagoo adeegsanaya kaarka aan dadka aan carabta ah aan kaarka carabnimada ah taasna shacabka Soomaaliyeed ee maanta way ogyihiin inay ku baraarugsan yihiin wax walba oo ay hadda wadaan waa wax ay ugu kaalmaynayaan ciidamada AMISOM ee Afrikaanka Midoobay calaashooda shaqaysayaasha ah oo ayagu calaashooda u shaqeynaya laakiin Maraykanka aan qaasatan u shaqeynaya ee Suudiya annaga kaa waxba uma dadgalaqsiinayno aan hadaf cadnaaleen hay oo ah inaan anaga Soomaaliya aan ku soo dabaan ku dabaan waxay معناها شر أهان إن أتغان أما إرقوين كسودة أي أيقو ماشا استغان واحدة دقاقة وطوله وين إنسان وحق الدبيوشي سنتا مياجرة أورت واحدة وين الشيء عن بدبيوشي سنة لقل ما بجران بعد صومالي احتلال بيهو جفتا وحين يخدفتا إسحرين إنتا إسحرين إيسو ودين تيدا يبدن ميدا يخرف تيدا يعرب جيدا ومغانا يسمد ملاح بنان ما جفت عيدا يقردوك تان كلا جاليسو أنا نجا وحنا صارين واجد بين عائنا لبا يعلم جالبا عن كسر دي في ذلك أنا يكون أدوية عوان تاع لأدوية سنة يوم مرت حاول رأت أنا وحنا ولا حد يدخل جلي إنه مجفت عن دين كنا إسلام في شعب كنا صومالي إن شاء الله أنا نجا نوكم خلق يوم وخيال عنو كلا مرت حاول رأت أنا جا وحنا مع الشعب أن دون دين كده يدخل كده دي فعلا وحنا حاضر رح مرت qof aan hadda wada xaajood la geli karno ama aan la gelin wax lagu haysta oo Soomaaliduna way ku soo gubatay afshirar banaanka lagu qabto iyo waxaan qiraadaa dhagarta ay wadamo badan shirkooleen markay hada yaraatay annaga aan kaydkaas kuma dhacin insha allah waa tahay aad buu maasan yahay madaxii hore ee howlgallada ee xisbul islaam haddana ka mid a saraakiisha sarsare ee xarakada al-shabaab oo isagoo jooga qeybo ka mid a koonfurta waddanka soomaaliya aan khadka taleefanka goordhoweyta kula xiriiday waa maxamed cismaan caruus dhab ahaantii markaad eegto sida hadda isbedelada iyo arrimuhu u socdaan
وحا موقتا إن هرمركا أي قاريان إذا مدى دولدكم الجاركا أو كاشانا إذا مدى بدوغ أفريكا أي هرو أسي سعونيان وحانا موقتا إن دينا دادكا كودقان قوبهي مركاسي إن لغلو ريغي الشباب إن دادكو آيد مدد إني مركو هرى قوبتاسي دقال لدي درتد وقحين هدبا بلدغ دقاقيدان يمحي سو كردين كران إن وحس بدل أه أولا دي كرو إن ودك الصومالي ويالن كرا ميا صوم وقرية هدي الشباب ماشي كبحدو دادكو مقبان شعبي الصوماليات إن داوانايا إن اسبدل كون أكسن إن كي هورة إنو إيمان دونو خدك تلافنك أيانو إن دايقادها آن هايسانو أيان جعلناي إن دادكو نغلق يبقاتان خدك كواد هلو هلو السلام عليكم. عليكم السلام حسن عبد الله السلام. وعليكم السلام ولا لما جا عجيل كان قصة وعيسو. ولا لو واحد قصة وعيا شوفيل ما جا عيلنا وضيق دنيح مقرط. أي ضيق أنا ما عرفتها هدا ما دام أدمودي دنيا عمل الطريق اللي هو كل قولي سنة يو. وحس بدلا أو أنت سلّي هذا يودك الصومالية ويهلي دونا. والله لو واحد بدل هو متشي له واحد متشي ذا ودنك إلا قفصي أو أي قفصين قالوا يددوا عليك المقرض. ما هيك هو قم وكر يسار إنتاس. وأوتشي ما هدي قالوا يويس رنكو عنا رمعنا على بره الله. محاكمتي ما نودين لها مقرض محاكمتي حمنا كمدا او هقامنا ايا حتى الدولد هقامنا ايا مركا ان ميا ينجرين سياسة عصب او حتى صومالي اصوى بنابيسة ولالو حسن عبد امتشيدو مقرض صومالي هاد معناها قلقوا وحل وحوري قالوا ايا ماها عدو صومالي يا ضمن ماشي لبطكو هيستي مقرط وهبقى حي. وانت قد بنكو سلام يا ان شاء الله تعالى خدك كلا حقا ان هلو. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ولا المقعاقة. والله المقعاقة فوسي احمد بالله هذا. هيا فوسيو ان تلابين كان من التري حتى قبل الله الشاب الله هوسي قيبك كميدة حتى اللوغة ساري حركاتي على الشباب يو اسبدل كاري ما أما كون موجين كريا إن أنا سوماليا يسبدل عصب أي قليزو آذي آد هاي وحي حسوسسا وحا صو حسوسسا سوماليا أيامها قار دولد نمديدي يشرف تيري أيا صاب دامسان لايحي على وصو قلينا مجري كوي كتري اللينا يدد كوغي قورع يا أي عدوة أو شضابطينا الشيخ يلا الشيخ مية وحن لا يا هاي أفلقا قد إنه من أفلقا دي وحمو وناك سنة صومالي أدبن وفح سرعي دولدي صومالي شرفت دي بعيب داميسا هكا كولان ليها قولي ستة صومالي صومالي هاتشرتو شرفت صومالي هاتشان نقطو سلام عليكم واتاي أدبن ما ستا فوسيو خدك حقا إن شاء الله تعالى ما داما يدد كل السعودين أنا ورئيس يدي كانت وراء إيوه دا غيدا من التريه كسعون إيوه كوفرت الصومالية هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الله مقعاقة إيوه هل كان رئيسه وعيسو ها مقعيقة وحال دها عبد الرحيم وحانا كاسو وعي مقالة لندن حسن وقو سلام هاي سلام الله مركا إن محاكم وغدا سياسة اسبدل سياسة داد هدا صوب نامية مركا ديكتو نقابك إمك وحس عدان والله بلا أرتا هول قلنا دولد وطا ودولد وطا أني أن أتاقير صناعي هاي هذا أتاقير صناعي ما دام أن منكي أو نبديد كماس أدحري أو أمد صومانيا بيكو هاي أو دنبيلياس أحا هذا أتاقير صناعي دولد ما أرتماس كحريسو مركا أولد وحامو كتو يفرساس وحامو كده ما أرتماس ولكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمكن من المدينه
waxa walaal waxa ku tagay la in dawladda la taageero in military la taageero oo in nimankaana laga sifay Soomaaliya ee operation ka dawladda ugu magac dartay scope ah in markood oo dad Soomaaliyeed ay hal meel ugu soo wada jeestaan barasadka ee xaqqa geedka nabadda la taageero in madaxweynaha cusub la soo dhaweeyo August وأتاي أنت كسران يا إن شاء الله تعالى بلدتك أن عد بحنت هذا يسدى يوار كيان وعن لسعنا إن سومالي أو ذكر الدول هي سومرتي أن إم كرا أن وح كله لما يهين دولتكم الجار كاي على الشباب أن أود حقوق على الشباب ودك سومالي يتن دولتكم الجار كا وهذا أيده تا كاشن إسا إذا ماذا هو أنت مدوق أفريقيا بل هدي أي إن إثبتل كد ون كيلا بعتكي سرا إيمان كرو خدك حاجة هلاو السلام عليكم هلاو السلام عليكم هلاو واتا خدك سوى المغلوي خدك حاجة أيان يقدون إن شاء الله تعالى تذكر فكر كذا أي كدي بكران أرماها إثبتل كسياسة هذا كسعنا يا ودك الصومالية هلاو السلام عليكم waxaan maleeynayaa khadka taleefanka ayaa ma aragtay aan isbeddel ku yimid sida daraadeed bal waan eegaynaa bal khadkan xiga insha Allah ta'ala farsamada qaanada ayaa koolan khadka xiga ayaan eegi doonaa insha Allah ta'ala en hello hello assalamu alaykum waatay en aan hadii aan dulyar dulmar yar idinku sameeyno sida la socotaan goobaha hadartan aan ciidamada amniga Soomaalka la eego aan magaalada Muqdisho marka laga reebo waxa jirtay in dawladda ku meel gaarka ah iyo ciidamada amniga Soom hadda ay saldhigahan joogan dhinaca deegaanka Afgooye dhinaca magaalada Baydhabo oo kale ay daqdaqaaqa ciidamada dawladda ayaa gacanta ku haya iyo Bakool dhinaca Jubbooyinkana illa ya hadda in si rasmi ah looma oga halka ugu dambeysa ay ciidamada dawladda oo kaashanaya in jabhada kale ama urur kale oo siyaasadeed oo goboladaasi ka dagaalamaya halka ay ku sugan yihiin walow hadda la sheegayo isbeddel kala duwan oo dhinaca Kismaayo ka soo muuqanaya inay dhici karaan waxaan jecelnahay hadii khadka taleefanku noo hagaago in ay dadku markaas soo gali karaan hello assalamu alaykum halo walaal magacaaga yalka naga soo wacayso alaykum assalaam wa rahmatullah magacaaga magacaaga waxa la yiraahdaa ahmed waa tahay adoon telefishinka la maaragtay aan daawanayna telefoonka naga soo marka halka naga soo wacayso waxaan ka fuuqay sabdiya aya sambiya aya barnaamijka wala socotaa ee maxad ku soo kordhinaysa aragtidaadu waa sidee ee akhri waxa weeyo xasan dawladdu waxay gaartay goolo la yaqaan oo waa taa khadkaas waa ka go'ay insha Allah ta'ala akhadad kale ayaa igi toona halow assalamu alaykum waatay waa aad baan ku salaamayaa maadaama khadka taleefanka naga soo wacaysaan aan iska maqli karaynin khadka xiga ayaan eegi doonaa halo halo assalaamu calaykum insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa khadka taleefanka oo aad u badan taraaddeed inaanan sii wadi karin barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka oo aanu maanta ugu talagalnay inaanu dadweynaha soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ka daawanayaan in aanu khadka taleefanka u furno ان برنامجك وحن امهد علينا يا فرسمي يقان ذا برنامجك هو عبد الله يفرنا ايو السعيد يرى وحن كلو امهد علينا يا نمعو محمد بشير وريا صومالي شانل اي مقالدة مقدشو ايان اد امهد علينا يا وحن كلو امهد علينا يا مدحي هول قلدة اي هوري حزب الاسلام اهنا ان سركال كترسن حركادة على شباب او نقو قلادي انو ورئيسي ان نقصيو بل هلك يا أركتو كوا جهن إزبدر كملة تري أيام كسعون يا تري كنا تدنا بداو ديال أنت يا نكسو قبل قبل إن عدي دونيسا إن يدال عتو برامج كان أو دبو أكتو وهاي كلاس عكران ويب سايت كا www dot
دعادوين كدوتكم وحا يكده العن كران دعادوين كدوتكم اي يكده العن كران برنامج كستاو فرنقين تدعادوين ك وحان ادن الله يهي لما انتين اسعرك تدن بي او حيسله هي ان شاء الله تعالى تطبات كسوس على او ان برنامج متكلم ده ان كوكل متونو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.